بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض اكسرسايز على ليسن 2. هناخد مجموعه اسئله كده، خمس اسئله. اول سؤال عندنا بيقول choose the right answer. sodium oxide from a oxide. طبعا احنا خدنا قبل كده ان في basic oxide واسيديك اوكسايد. دايما الحاجات الميتال بتبقى basic، يعني الاجابه هنا هتبقى basic oxide. ليه؟ لان الصوديوم ده تبع الميتالز، والنون ميتالز بتبقى اسيديك اوكسايد. فخليك فاكر دايما ان الميتال اوكسايد، انا اصلا عامل الاكسرسايز ده هدفه ان يوريك الفكره العامه بتيجي ازاي، او الحته اللي انت مش واخد بالك منها. في الدرس احنا خدنا اسيديك اوكسايد وبيزك اوكسايد، البيزك ده كان بتاع ميتال، فانا جايب لك صوديوم اوكسايد. هو الصوديوم ده ميتال ولا نون ميتال؟ ده ميتال، يبقى بيزك اوكسايد. سؤال تاني بيقول لي وين صوديوم رياكت وذ ووتر، ايه الجاز اللي ايفولف، ايه الجاز اللي بيطلع؟ طبعا احنا عندنا المعادله دي كانت في الجزء بتاع الكيميكال اكتيفيتي سيريز، اللي كان بيعرفني ان في اليمنتس بتتفاعل مع الميه، من ضمنهم الصوديوم. الصوديوم لما رياكت ويز ووتر الهيدروجين جاز از ايفولفد. وده سؤال مهم. سؤال تاني واللي which of the following is an acidic oxide. قلنا بقى احنا الاسيديك اوكسايد بتبص على النون ميتال، يبقى احنا قلنا في حاجات ميتال دي بيزك، والنون ميتال بيبقى اسيديك. مين في دول بقى نون ميتال؟ هدور على النون ميتال هلاقي الكربون دايكسيد. فهمت كده انا بفكر ازاي في السؤال؟ يبقى انا مهم جدا الحته دي اركز عليها في الميتال والنون ميتال دي. طيب اتوميك ريديوس ميجرد ان ايه؟ الاتوميك ريديوس بيتحسب بيونت اسمها ايه؟ طبعا بيونت اسمها بيكو ميتر. برافو، بيكو ايه؟ بيكو ميتر. سؤال تاني بيقول لي all the following metals react with water except، كل دول بيتفاعلوا مع الميه ما عدا مين؟ طبعا ما عدا الكابر. الكابر ده من الحاجات اللي doesn't react with water. طب هو ليه ما بيتفاعلش مع الميه؟ لان هو بلو هيدروجين ان كيميكال اكتيفيتي سيريس، لان هو يعني موجود تحت الهيدروجين، وبالتالي هو doesn't react with a water، can't replace a hydrogen in water. ده كان اكسرسايز سريع كده، واللي عنده اي سؤال يقدر ان هو يكتبه لي في التعليقات، وان شاء الله نكون مع بعض دايما. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.